يعني ننتقل الآن لمتابعة تقرير من العقبة مع الزميل معن أبو دلو، وقصة رصدها من مركز سيدة السلام في العقبة، نتابع معا. لتحقيق التوعية والعمل لأجل الأشخاص ذوي الإعاقة وإذابة الفوارق الاجتماعية، جاءت خدمات مركز سيدة السلام لتوفير العيش الكريم والعناية والعلاج والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة. افتتحنا مشغل الجهد المميز للصابون اللي دمجنا فيه 18 شخص من ذوي الإعاقات المختلفة، دربناهم على صناعة المنظفات والصابون الصلب والسائل، وجعلناهم عناصر منتجين بالمجتمع المحلي. مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة بقدم خدماته بشكل مجاني، الفرع الرئيسي في عمان، الخدمات الموجودة بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. العديد من النشاطات التي تقام بشكل منهجي للمهارات الإدراكية والاستقلالية الحياتية والمهارات المتنوعة لمختلف الأعمار. دمج الأطفال من متلازمة الداون في العملية التعليمية والتدريبية. هسا الأطفال المتلازمة الداون معروف يعني إنه مش كتير بنقبله في المدارس الحكومية، فإحنا هيئنا لهم الصف بحيث إنهم يكونوا في بيئة آمنة وبنفس الوقت يتعلموا حسب القدرات تبعتهم. ومما يميز مركز سيدة السلام هو التشغيل المباشر لذوي الإعاقة من خلال إنشاء مشغل إنتاجي لتسويق وبيع أصناف وبضائع مختلفة تهدف إلى دعم وتوظيف أبناء المركز. منذ بداية اكتشاف الإعاقة في الشهور الأولى وحتى سن 14 للأطفال، يتم استقبالهم في مركز سيدة السلام من أجل تقديم العلاج المناسب لهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم حتى يتمكنوا من دخول سوق العمل. معن أبو دلو لبرنامج بيت للكل، العقبة.